كان من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم مع أسباطه أنه يعلمهم الخير ويحثهم عليه وهم صغار، تربية لهم على الخير لينشأوا عليه، وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عودهم أبوهم. فالحسن يقول لنا خبر مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر دعاء. فما أحرى الآباء والأمهات على الاهتمام بهذا الجانب، تعليم الأبناء وتعويدهم على الخير.